بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله، وقوله في الحديث: خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق الله في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سبق بيانه في آخر الحلقة السابقة، وهو أن بني آدم، على احتمال في تفسير هذا الحديث، أن أفضل الخلق من الجن والإنس والمخلوقات هم بنو آدم، ويشهد لذلك قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما غرك بربك الكريم، أي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله فضل هذا الإنسان بخلقته وعقله ودينه وسائر صفاته على سائر المخلوقات، وميزه وسخر له كل شيء. ما يدل على فضل هذا الإنسان أن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض. ثم إنه في بعد هذا اختار العرب من هذا الإنسان، من جنس الإنسان بني آدم، واختار من بني آدم بني كنانة، اختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إظهار لشرف بني هاشم على غيرهم، لكن من آمن منهم بالله ورسوله، أما من لم يؤمن بالله ورسوله فليس له هذا الفضل ولا هذا المدح، بل هو من أذم الناس. ولهذا لم ينفع أبا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه نسبه لما كفر بالله ورسوله، ولم ينفع أبا جهل كونه من بني مخزوم من أشرف بطون قريش، لم ينفعه ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل قبائل العرب، ثم جعل قريشا بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت كما سبق. نعم، ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم فكان في خيرهم، أي في ولد إبراهيم أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم فرقتين، بني إسماعيل وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان فجعلني في بني إسماعيل في بني عدنان، ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريش. وعلى كل تقدير، فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم. إذا قصرنا التفضيل في الحديث السابق على بني آدم، نعم، على بني آدم، فإن
بنو آدم ينقسمون إلى قسمين، إلى عرب وعجم، ولهذا قال جعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب هم العجم والقبائل هم العرب. فالعرب أفضل من العجم، وأفضل قبائل العرب، والعرب ينقسمون إلى قسمين، إلى عرب عاربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية، الذين فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته. وذرية إبراهيم انقسمت إلى قسمين، إلى بني إسحاق الذين فيهم بنو إسرائيل، وإلى بني إسماعيل الذين منهم بنو هاشم وأفخاذ العدنانية من قريش. فهذا هو التقسيم الثاني لمعنى هذا الحديث. إذن فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم من خيرهم بطنا، ومن خيرهم قبيلة، ومن خيرهم جنسا. نعم. قال رحمه الله: وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. نعم، هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم بالدرجة الأولى، الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقريش عموما فهم أفضل من غيرهم، ثم لبقية العرب فهم أفضل من العجم من حيث الجنس. نعم. قال: فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث، حدثني المطلب بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد. كما سبق في أن أفخاذ قريش كبني مخزوم وبني أمية وبني وغيرهم من أهل مكة الذين كلهم من بني إسماعيل، كلهم من بني إسماعيل، لكن عندهم من العصبية بعضهم لبعض والتفاخر، كل يريد الرئاسة في مكة وحول خدمة البيت، ولذلك تقاسموا خدمة البيت، منهم من عنده الرفادة وهي إطعام الحجيج، ومنهم من عنده السقاية وهي تولي سقي الحجاج من زمزم، ومنهم من يتولى الحجابة وهي حجابة الكعبة وسدانة الكعبة. تقاسموا هذا في الجاهلية، مما يدل على تنافسهم فيما بينهم، حتى إنهم احتقروا، لم يجعلوا عند بني هاشم إلا السقاية، وكانت للعباس بن عبد المطلب، فكانوا يحسدون هذا الحي ويغمطونه. ولذلك أدرك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أدرك هذا منهم، فكانوا إذا اجتمعوا يستبشر بعضهم ببعض، لكن إذا رأوا أحدا من بني هاشم قطبوا وجوههم كراهية له من باب العصبية، فأغضبوا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، ثم إنه خطب وبين عليه الصلاة والسلام ما لبني هاشم من الفضل
وقال لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني لأمرين، للإيمان والقرابة، كما سبق أن القرابة بدون إيمان لا تنفع، لم تنفع أبا لهب، وأن الفضل إنما هو للأمرين، للقرابة وللإيمان لا للقرابة فقط. والعباس رضي الله عنه يجمع بين الأمرين، فهو من بني هاشم وهو قريب الرسول وعمه، وهو من أفضل الصحابة ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره، فاستحق بهذا أكمل الأوصاف. وإن أبغضه من أبغضه من قريش وكرهوه حتى أثر ذلك في وجهه رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل بني هاشم، وأن من أنكره فإن فيه من النفاق ما فيه، وكذلك من أغضب العباس وهو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عمه صنو أبيه، فمن أغضب العباس فقد أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان الفضل لأهله، والإنكار على من أنكر فضل أهل الفضل وأعجب بنفسه، وبيان ما لأهل بيت النبوة من الفضل مع الإيمان. إذا آمنوا بالله ورسوله فهم أفضل بلا شك، ولهم حق، لهم حقان، حق القرابة وحق الإيمان، حق القرابة وحق الإيمان. ولهذا قال حتى لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله، يعني للإيمان، ولقرابتي، للأمرين، فهم لهم علينا حقا، حق الإيمان نحبهم في الله لأنهم مؤمنون، ونحبهم في الله من أجل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا معنى القربى ما قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب حب المؤمنين منهم وتوليهم زيادة على غيرهم. وقيل المراد بالقربى القربات والطاعات، إلا المودة في القربى، أي بالطاعات والقربات، وأنه لا فضل لأحد إلا بالتقوى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا ورواه أيضا من حديث جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج ونرى قريشا تتحدث فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. نعم، هذا كما سبق أن من أبغض بني هاشم فإنه قد أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وجحد الفضل لأهله، وهذا مما ينكر عليه، فإن الواجب الاعتراف بالفضل لأهله، هذا من ناحية، كذلك توقير أصحاب وتوقير أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة الرسول من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإن له حقين، حق القرابة وحق الإيمان وحق الصحبة إذا كان صحابيا، يجتمع له ثلاث فضائل: أنه صحابي، أنه مؤمن، أنه من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجحد هذا ويعترف به ويكرمون ويجلون لإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضلهم وسابقتهم وما تميزوا به على غيرهم من سائر بطون قريش. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في محبتهم، كلاهما رواه عنه إسماعيل ابن أبي خالد، وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن أبي وداعة
والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن عبد المطلب وهو من الصحابة، قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة يزيد، وليس هذا موضع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير، لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. نعم، هذا الحديث وإن طعن فيه بأن فيه اضطرابا، لأنه يعني تارة يروى عن المطلب ابن أبي وداعة، وتارة عن المطلب ابن أبي ربيعة ابن الحارث ابن هشام ابن نوفل ابن هاشم، فهذا لا يعد يعني لا يعد طاعنا في دلالة الحديث، فإن له شواهد تقويه، وفضل هذا البطن من قريش ثابت بالأدلة الأخرى، وإنما هذا يذكر للاعتضاد لا للاعتماد عليه وحده. نعم. قال: ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هكذا رواه الوليد وأبو المغير عن الأوزاعي. نعم، هذا في العدنانية، هذا في العرب العدنانية، اصطفى منها كنانة من العرب العدنانية. نعم. واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وليس كما يقول من قال إن هذا الفضل قاصر على الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما نسبه، هذا قول باطل. نعم. ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي ولفظه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما سبق أن ولد إبراهيم عليه السلام نوعان: بنو إسماعيل وهم العرب العاربة، وبنو إسحاق وهم بنو إسرائيل، لأن بنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق. نعم. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهذا هو التقسيم للعرب العدنانية، للعرب العدنانية هذا التقسيم لها، فهذا يدل على أن ولد إبراهيم عليه السلام يتفاضلون، فبنو إسماعيل أفضل من بني إسحاق، ولهذا كانت خاتمة الرسالة فيهم. كانت خاتمة الرسالة فيهم، وهذا الرسول منهم بعث إلى الجن والإنس إلى الثقلين، وكانت رسالته عامة وباقية إلى أن تقوم الساعة، فهذا يدل على فضل بني إسماعيل بما فضلهم الله بهذا الرسول وهذا القرآن الذي بلغتهم، الحمد لله، وهذا الخير الذي أوجده الله فيهم، ولذلك حسدهم بنو إسحاق وهم اليهود والنصارى، حسدوا بني إسماعيل وحسدوا العرب على هذا الفضل، وامتنعوا من الإيمان وهم يعرفون أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن ما جاء به حق وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل، فهم من باب الحسد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فحملهم الحسد على الكفر والعياذ بالله، وآثروا الإقدام على النار لأجل التمسك بعصبيتهم، حتى إنهم يفتخرون بذلك وأنهم مصرون على ما هم عليه، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، عصبية ممقوتة، لأن الواجب على المسلم أن يتبع الحق مع من كان، فالحق ضالة المؤمن، ولا يحجر على الله عز وجل أن يجعل
رسالته فيما يختار سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق. ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى، وهذا جيد. نعم. وكذلك لا ننكر أن في بني إسحاق فضلا ومزية على غيرهم، لأن فيهم كتاب الله التوراة والإنجيل، وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبوة والكتاب، ولكن لا يعني هذا أن الخير محصور فيهم، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والإنسان يتبع الحق، المسلم يتبع الحق سواء كان معه أو مع غيره، لا يتعصب لقبيلته أو لبلده أو لهواه، وإنما يتبع الحق مع من كان. نعم. قال: وهذا جيد، إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، وأن بني كنانة هم المصطفون من ولد إسماعيل، وليس فيه ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيرهم إذا كان أبوهم مصطفى وبعضهم مصطفى على بعض. فيقال: لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذا كان اصطفاؤه لم يدل على اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. ثم هذا منضمن إلى بقية الأحاديث دليل على أن المعنى في جميعها واحد. نعم. وليس الفضل كما يقول بعض الناس أو المغالطين أن اصطفاء الشخص الواحد لا يدل على اصطفاء ذريته، فاصطفاء إسماعيل على ولد إبراهيم لا يقتضي تفضيل العرب الذين هم ذرية إسماعيل، فهذا قول باطل، لأن اصطفاء إسماعيل يدل على اصطفاء بنيه وذريته. وكذلك ما كان في إسحاق عليه السلام من الفضل هو أيضا تفضيل لذريته وهم بنو إسرائيل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بني إسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني في وقتهم، فهم أفضل الناس في وقتهم لما كانوا مؤمنين بأنبيائهم، لكن لما انحرفوا للعصبية ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه ولم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من باب العصبية، زالت هذه الفضيلة عنهم، لأن الفضيلة ليست لمجرد النسب، وإنما الفضيلة للدين والإيمان، فإذا زال هذا زالت الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. يشرح الكتابة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.